أين هي الآن الهدية التي حبيتني بها؟ أوليس العظيم لا يسترجع العطايا؟ أعد إلي ولدي، أعد إلي ولدي يوسف. اللهم رد علي ولدي. فليحرسك الله يا بني حيثما كنت، لا ريب عندي انك حي تبصر. أعيد الكرة وأسأل أولادي من جديد عما صنعوه بأخيهم، فعسى أن يثوبوا إلى رشدهم هذه المرة ويصحوا عما جرى. وكيف لك أن تكون واثقا من أن يوسف حي؟ أولا، قميص يوسف الذي لم تمزقه أنياب الذئب، وثانيا قلب سليم خصني به الله. لا بأس، سأفاتحهم بالأمر ولو أنني فاقدة الأمل. أنا أريد لهم أن يعترفوا بذنبهم، فليتوبوا إلى الله، عسى أن يصفح عنهم ويغفر معصيتهم. لم نرى ذلك بأم العين، ونحن واثقون أن الذئب قد فتك بيوسف. قلت ذلك مرارا. أنتم كاذبون ولو كررتم هذه الكلمات. ليتكم لازلتم صغارا حتى أجلدكم بالصياط فتسود جلودكم. إذا كان الذئب قد فتك بيوسف، فلماذا لم يمزق قميصه؟ لا علم لنا بذلك، لقد صار الأمر لغزا وقد أعيتنا الحيلة في تفسيره. ألعنكم فردا فردا، يا لكم من كاذبين. الذئب لم يفتك بيوسف، بل ذئاب الإنس فعلت ذلك. ذئاب الإنس فعلت ذلك. أنهم كرروا قولهم إن الذئب أكل أخانا. أسأل الله أن يثوبوا إلى رشدهم قبل فوات الأوان. من منكم يدفع أكثر؟ من يدفع أكثر؟ قلت لك ذلك. سنفتتح المزاد. هيا. إن لم تدفع ثمنها 100 دبن فلن أعطيك إياها. هيا ارحل. أي عبد تقصد؟ وأنا أيضا أبحث عن عبد مناسب. إذا هيا بنا إلى ذلك الجناح. هيا بنا، هيا بنا. هلموا، اشتد العبد ثمنه باهظ. 150 جبنا ويجيدون الزراعة ورعاية الأباعر. لكننا سوف نشتريه. لنبحث عن غيره. إنهم يجيدون الزراعة ويجتهدون في العمل. هلموا إلي. إنهن إماء مطيعات. ها
هلموا إلينا، إنهن يجدن الطهو والعناية بالدار. اسمعوني جيدا، إنهم يعملون في خدمتكم سنوات طويلة. انظروا إلى هذا العبد، إنه قوي البنية. 250 دبنا. 250 دبنا. أملك مالا لاشتريت عبدا لزوجتي. ما الذي تبيعه يا ترى؟ 300 دبن. 300 دبن. من يزيد؟ مالك، إياك أن تبيعه. إن قلبي لا يطاوعني على بيعه أيضا. ألم ترى بنفسك كيف أنه يطوق لكي يباع؟ أرجوك قل لي كم سعر هذا الغلام؟ لست نخاسا ولعلم لي بفنونهم، لكنني أعلم أنه غلام فطن حسن الوجه والعلم. لن أبيعه بثمن بخس، فما أكثر الفنون التي يجيدها والمعارف التي يحويها. يسعه أن يكون خادما لمعبد الآلهة. ما رأيك به؟ وإذا ما صار كاهنا في المستقبل سيشد الناس بحسن وجهه إلى المعبد. حاول أن يكون من نصيبك. هل أبدأ بخمسين دبنا؟ 50 دبنا موافق؟ لكن ثمنه يفوق ذلك بكثير. 100 دبن. تطرحون ثمنا زهيدا لقاءه. من يجرؤ على أن ينفق فيه ما يليق به؟ هؤلاء عبيد يأكلون قليلا ويعملون كثيرا. ما هذه الأسعار الخيالية؟ اهدأ أنت، انظر إلى هذه الأمل. تعال وعين هذا العبد. لا بد أن أثني على حسن اختيار الموقر بوتيفار. لقد اختار المكان الأمثل والأنسب لشراء العبيد. مرحى بقدومك سيدي. أتمنى أن يعجبك هذا العبد يا سيدي. صدقني هذا العبد ينجز عمل فرسين. ما قيمته؟ 200 دبن. هذا العبد الآخر وديع كالنعجة. لن أدفع أكثر من 100 دبن. سيدي الموقر، هؤلاء العبيد يستأهلون أكثر من ذلك. ما رأيك في أن ندخل بالمنافسة؟ لننتظر ونرى ما سيفعله الحاكم. لا أظن أن أحدا ينافس الحاكم. إن هذا الفتى يساوي الكثير. 250 دبنا. لا تحزن يا يوسف، هؤلاء يشترونك اليوم، ولكن ستحول الأحوال عليهم فتشتريهم أنت عن آخرهم. ما الذي يريده هؤلاء مني؟ لماذا تجمعوا هنا؟ الجمال مكنون في ذوات الجميع، لكنه لا يبصر بالعين. أما أنت فقد فاض حسن جوهرك على وجهك. وهؤلاء المشدوهون إنما وقفوا يعاينون الجمال الذي أودعه الله في قلوبهم. لماذا يطوق هؤلاء لشراء وجه الحسن دون أن يعيروا اهتماما للجمال الذي في داخلهم؟ لابد لهم من عين بصيرة ليروا حسن بواطنهم، لكنما جمال نفسك الذي تجلى في حسن وجهك يرى بعين البصر. وهؤلاء القوم لهم أعين يبصرون بها، لكن بصيرتهم عميت عن رؤية الجمال الحق. كأنما تقول لي إنني وهؤلاء سواسية. لو أنهم كانوا قد فطنوا إلى الحسن الذي في قلوبهم لما رغبوا في شرائي.
هؤلاء من حيث لا يعلمون، إنما يتوقون للقاء ولي الله وليس يوسف ابن يعقوب. إن شوقهم إليك مثل شوق الملائكة لآدم أبي البشر. هل سمعت يا يوسف؟ 250 دبنا. زد علي. 250 دبنا. 300 دبن. سأبيعه 300. 300. 300 دبن. 380 دبنا. ارفع السعر. 400 دبن. إنه جدير بأكثر من ذلك. من الذي ينفق في هذا العبد الثمن الذي يليق به؟ قال 400. إنه مبلغ كبير أليس كذلك؟ إنه عبد قوي البنية يستطيع أن يجر المحراث كالثور. خذ هذا أيضا. هنيئا لك بهم. هؤلاء العبيد الثلاثة ثمنهم 600 دبن. إنه مبلغ زهيد. 50 دبنا. يستاهل أكثر، يستحق أن يدفع فيه أكثر من هذا. اسمعوني جيدا. مولاي، هؤلاء من أجود العبيد. ادفع له 300 دبن. يستحق أن يدفع فيهم أكثر من ذلك. لا تفوتوا الفرصة. هل منكم من يشتري هؤلاء العبيد؟ انظروا إليه، إنه لا يزال فتياً. انطلق. تنحوا جانباً، تنحوا جانباً، تفرقوا. أنا أدفع فيه 1000 دبن. 1020 دبنا. 1100 دبن. 1000. لقد دخل بوتيفار ساحة المنافسة. ماذا عسانا نفعل الآن؟ إياك أن تسمح له بالظفر. لابد لبوتيفار من أن يهزم هذا اليوم. سأدفع 1200 دبن. أوه. 1300 دبن. 1300 دبن. أليس فيكم من يدفع أكثر؟ ولو أن الثمن المقترح يفوق قيمة العبد 10 أضعاف، ولكن لا عليك. اسعى سعيك كي تظفر بهذا العبد رغما عن بوتيفار. أدفع 1500 دبن. 1500 دبن. أين الشاري الذي يدفع أكثر؟ هذا أمر معيب. يتكلمون كأنما يبيعون ويشترون سلعة ما. لو أنهم عرفوا هذا الولد حق المعرفة لاسترخصوا فيه جبالا من رمال الذهب القاني. ألفان. ادفع ضعفين. 3000. ثلاثة آلاف. 3000 دبن. الحاكم بوتيفار عزيز مصر وقائد جيوش هذه البلاد عرض 3000 دبن. المحترم بوتيفار عرض علي 3000 دبن. من ذا الذي يجرؤ على منافسة بوتيفار عزيز مصر؟ بورك لك يا سيدي في هذا العبد الجميل. سيدي، إنك قد ظفرت بغلام ذي أدب وكثير العلم. إنه وجه سعد ويمن وخير وبركة. لقد بيع هذا العبد إلى الموقر بوتيفار. انطلق. Thank you.
من تريد اقتناء أجود العبيد. إن أجود الإماء والعبيد عندي أنا.